الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المرقاب، في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذه الحلقة لهذا المساء يوم الأحد، صاحب الفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري. حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المشاهدين. حياكم الله، نسعد بتواصلكم معنا مشاهدينا الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسرنا ويشرفنا تواصلكم معنا عبر حساب قناة المرقاب في تويتر تي في مرقاب الذي يظهر بين الفينة والأخرى، وبإذن الله عز وجل سنجيب على أسئلتكم لمن لم يتمكن من الاتصال بنا عبر الهاتف، يراسلنا عبر حساب القناة في تويتر. بداية شيخنا الفاضل، لأن نبدأ حلقتنا هذه بما يتعلق بالإجازة، حيث أنها على الأبواب وأن بعض أبنائنا الطلاب قد انتهى من اختباراته خاصة في الجامعات وبعض المدارس في المراحل الأولية، قد انتهوا وبدت لديهم الإجازة. نصيحة الشيخ زيد ورسالته لمن يشاهده ويسمعه ومن يعيش واقع هذه الإجازة من آباء وأمهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمما لا شك فيه أن أنفس ما يملكه المسلم، بل ما يملكه الإنسان، هو عمره. والعمر إذا استغله المسلم فيما يرضي الله عز وجل، فإنه حينها يكون مقربا إليه جل وعلا. ولذا لو تأملنا بعض النصوص القرآنية التي أتت وقد أقسم الله عز وجل ببعض الأوقات، أقسم بالعصر، أقسم بالضحى، أقسم بالليل، كل هذا القسم يدل دلالة واضحة على عظم هذا المقسم به. فالله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم، فدل هذا على أن هذه الأوقات التي أقسم الله عز وجل بها عظمت من أجل أن يستفيد المسلم منها في طاعة الله عز وجل. ولذا تنوع القسم بها، العصر، الضحى، الليل، كل هذا من أجل هذا الأمر. وبالتالي فإن على المسلم في مثل هذا الزمن، وبالأخص في هذا الزمن والإجازة آتية، وهي إما أن تكون خيرا للإنسان أو شرا عليه، لأن العمر يمضي. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: كل يوم يمضي فإنه بمثابة الصندوق يغلق ولا يفتح، يعني لا يفتح إلا يوم القيامة. ولذلك قال رحمه الله: كلما مضى منك يوم مضى منك بعضك. وبالتالي فإن ما سيأتي من إجازات نأمل ألا تكون كنظائرها من الإجازات التي مرت على المسلمين في السنوات الماضية، نجد أنه سهر بالليل ونوم بالنهار، وليس سهرا فحسب، ليس سهرا مجردا وليس نوما مجردا فحسب، بل يصحب هذا السهر إما ما يسخط الله عز وجل، أو أنه نوم بالنهار عن الواجبات. بعضهم نسأل الله السلامة والعافية إذا به من بعد صلاة الفجر إذا به ينام ويدع صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب وربما العشاء، ولا يستيقظ إلا بالليل، وهكذا دواليك. فأي راحة وأي سعادة لهذا الإنسان حينما يضيع وقته. ولذلك لو تأملنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر من السهر، كان صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين كان يكره الحديث عن الكلام بعد العشاء، اللهم إلا إذا كان في غرض فيه مصلحة دينية أو دنيوية، فكان يتكلم بعد صلاة العشاء، يعني مما تدعو إليه الحاجة والمصلحة. لكن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الليل هو محل للنوم ومحل للطاعة والتقرب إلى الله في أواخره، وبالأسحار هم يستغفرون. فأين حالنا في هذه الإجازات؟ حتى من سهر وللأسف يعني نجد أن جملة كبيرة منهم يسهر، ومع ذلك يأتي السحر عليه وإذا به لم يصلي ولم يقرأ قرآنا. ثم هو شهر قادم علينا وشهر رمضان في الإجازة، فكيف يضيع، يعني يضيع
هذا الشهر أو تضيع الإجازة كما ضاعت الإجازة السابقة، وبالتالي فإن المسلم ما يدري هل يكمل هذه الإجازة أم أنه لا يكملها. يعني الإنسان أنفاس، كل نفس يقربك إلى الله عز وجل ويقربك إلى الموت، فالله الله. يعني ما نراه للأسف من تضييع الأوقات هذا لا يفيد الإنسان، ولا نغتر بهذه الدنيا، فالدنيا زائلة وذاهبة مهما تنعم الإنسان نعم استاذ، وتلذذ، ولا يكون الإنسان في غفلة، يعني لا يكون الإنسان في غمرة ثم إذا به يقبض وتقبض روحه من حيث لا يشعر. فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والسداد والإعانة على الخير. الله معي، بارك الله فيك. معي أول اتصال معي الأخت أم فهد. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي 3 أسئلة، تسمح أقولهم ولا لا؟ اتفضل. الأول، الأول أنا إن شاء الله ناويتنا الحج، وأبوي الله يرحمه ميت وأمي حية، أيهما اللي أبدي؟ طيب، والسؤال سؤال آخر، الثاني، سؤال ثاني. لا والسؤال الثاني، أنا وأختي كبار السن، ويعني يجوز نروح مكة، نقضي ناخذ عمرة 4 أيام 5 أيام على طيارة بدون محرم، احنا 2 خوات. طيب، والسؤال الثاني، احنا لدينا حرمات، ويعني لبسات وزينات يعني وقت الحج، ومجدوعات يعني ما يبغى مرميات، وجبناهن وغسلناهن ونضاف مرة زينات، يعني نستعملهن للإحرام ولا نمسح بهن ولا نجدعهن. إحرامات وجدتوها حرمات يعني حقت، حجاج، نعم وجدتوها إحرامات اي حقت حجاج وجدتوها على الأرض وأخذتوها. اي مجدوعات مرة مرميات تكرم نصهن دم وتراب وغبار، وانه ما طبنا الماء الا بغسلتنا، طيب، ويجوز نستعملهن ولا نجدعهن ولا نمسح بهن، اللي يجوز. طيب، واضح يا أم فهد، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب شيخ، حديث هل للشيطان عرش على البحر وحوله حيات، هل هذا صحيح؟ جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل يقال له ابن صائد، هذا ابن صائد يهودي، وادعى وقت زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هو الدجال، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختبره، فإذا هو كاهن من الكهان. فابن صائد هذا كان من اليهود، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزعم ويدعى بأنه هو الدجال الأكبر، لكن في الحقيقة الصحيح من أقوال العلماء أنه دجال من الدجالين وليس هو الدجال الأكبر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على البحر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال أرى عرشا على البحر حوله الحيات. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا عرش إبليس. فهذا الحديث صحيح كما جاء في صحيح مسلم، لكن كلمة حوله الحيات هذه ليست ثابتة، وإن جاءت في مسند الإمام أحمد، لكن بها رجل يقال له زيد بن رجل فيه رجل فيه رجل يقال له علي بن زيد بن جدعان، لكنه ضعيف. إذن الشيطان له عرش، والعرش معناه في اللغة سرير الملك، وهو سرير عظيم، العرش عبارة عن سرير عظيم للملك يضعه الشيطان على البحر، هذا ثابت، لكن جملة حوله الحيات ليست ثابتة. بارك الله فيك. أيضا يا شيخ، حديث الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا من الأحاديث الباطلة التي تروج وتسوق، فإن الغيبة ولو عظمت، ولا شك أنها عظيمة وأتت النصوص الشرعية بالتحذير منها، ويكفي في التحذير منها قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فوصفها الله عز وجل بأبشع صورة، وهو أن يأكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت. والأحاديث في تحريم الغيبة كثيرة جدا وفي فضاعتها، لكن كونه لا يغفر الله له فهذا ليس بصحيح، فالله عز وجل يغفر للقاتل جل وعلا، بل هو يغفر جل وعلا لمن أشرك به إذا تاب قبل أن يموت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فكلام الناس حول هذا الأمر من باب تعظيم الغيبة، يجب أن يحذر الناس من الغيبة، لكن لكن بالنصوص الشرعية الثابتة فبها غنية، فلا نأتي بأحاديث ضعيفة، ومن باب أفظع وأعظم أن نأتي بأحاديث مختلقة ونتقول بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذه الأحاديث الموضوعة تخالف النصوص التي بينت التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بل إن السيئات إذا تاب منها الإنسان توبة نصوحة تبدل تلك السيئات إلى حسنات، الله أكبر. كما جاء بذلك الحديث الصحيح، وصرحت بذلك الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تنقلب تلك السيئات إلى حسنات، وجاء الحديث مصرحا بذلك. نعم، بارك الله فيك الشيخ وصلى الله بعلمك. معي الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، تفضل. عندي أسئلة يعني شوية مجموعة. سم سؤالك، عطنا عطنا اللي نقدر عليه. سم. طيب الله يجزيه خير. السؤال الأول: أخي متوفي وأمي جعلت على برادة جنب بقالة زي كذا، وبعض الأحيان أهل الخير يعبونها الخزان هذا، وبعض الأحيان تنقطع عن البراد هذه، ما حد يعبين، ظروف أمي شوية يعني ما تقدر، هذا جرحها يعني جاري. والسؤال الثاني: مثلا رد السلام على المرأة الأجنبية بدون مصافحة، عابر طريق وسلم السلام عليكم زي كذا، فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ممتاز. والثالث: أيوة، وإذا دخل المصلي والإمام يخطب وصلى ركعته واستمع، هل تعتبر صلاة جمعة؟ هذا سؤالك، الله يجزيكم خير. إذا دخل الإمام يخطب، أيوه، يعني صلى ركعتين وجلس وانصرف ممتاز، يتسمع، يعني هل تعتبر له جمعة؟ أو واضح، لازم يحضر قبل ما يدخل الإمام؟ واضح جدا. شكرا يا عبد الرحمن، شكرا، بارك الله فيك. طيب شيخ الأختم فهد سألت 3 أسئلة. السؤال الأول: تسأل أنها ستحج هذا العام إن شاء الله، لكن ستسأل وأن والداها متوفيين، تقول: هل أحج عن أمي أو عن أبي؟ يبدو أنها تريد أن تحج عن أحدهما، صحيح، ولا تريد أن تحج عن نفسها. هنا يجوز لها ذلك بشرط أنها سبق أن حجت عن نفسها، فلا يجوز لأحد أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون هذا الشخص الذي تؤدى عنه الحجة أن يكون إما ميتا أو حيا عاجزا، فإن كان ميتا كما ذكرت عن أبيها فيجوز ذلك، وإن كان حيا ولكن به عجز مستمر يبدو أنه كحال أمها، فكذلك لها أن تحج عن أمها. وأما إن كانت هذه الأم الحية التي تذكر عنها أنها قادرة فلا تحج عنها، بل تلزم الحجة هذه الأم بنفسها، لكن كانت عاجزة فلا إشكال في ذلك. لكن هنا أمر، يعني لو ثبت أن الأم عاجزة ووالدها توفاه الله عز وجل، فأيهما يقدم؟ يقدم من هو أحق بالبر، يقدم من هو أحق بالبر، وأحق بالبر من الأم. ممتاز، بارك الله فيك. وإذا كان كليهما متوفيين يا شيخ؟ كذلك نفس الشأن، يقدم من هو أولى بالبر وهو الأم، اللهم إلا في حالة واحدة، فيما لو كان الأب لم يسبق له أن حج والأم التي توفاها الله عز وجل قد حجت، هنا يقدم الأب. لكن إن كان الوالدان من الأم والأب قد توفاهما الله وقد أديا الحج، فهنا تكون الأم أولى من الأب. بارك الله فيك. معي الأخ عبد المجيد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد المجيد. كيف حالكم بخير؟ أهلا وسهلا. سم يا عبد المجيد، سؤالك.
سؤال يا بعدي، الحين الديون دينت من محطات كثيرة، ولكن لا أعرف، نسيت المحطات القديمة دينت من عندهم، لكن ما أعرف كثيرة المحطات، لكن كيف الديون أخذت يعني منهم، ولا قلت إنه بعدين بعطيكم المبلغ؟ لا قلت بعدين بعطيكم المبلغ، كثير محطات في الرياض، ولكن الحين ودي أعطيهم، لكن ما أدري أي محطة. من كثرة ما تدري، ولا يعني اختلف معالمها عليك؟ لا من كثرة يا شيخ. طيب، واضح يا حبيبنا، واضح. شكرا. يعني سم يعني بجيك بكرة وانشاهم كل طيب محطة كل ما جيها، ولكن هذا واضح واضح يا عبد المجيد. شكرا لك. معي سالم، سلام عليكم. سالم تفضل. يا مرحبا، يا حياك الله. عندي سؤال لك شيخ. سم يا سالم، سم سؤالك. الدعاء بين الأذان والإقامة جايز؟ الدعاء بين الأذان والإقامة، طيب. نعم. شكرا لك يا سالم، شكرا لك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. طيب معنا متصلين أو نجيب على الأسئلة؟ طيب نواصل. طيب شيخنا الأخت فهد سألت سؤال آخر، تقول أن هي وأختها الكبيرة يذهبان للعمرة بدون محرم، هل يحق لهم ذلك؟ ويمكثون في مكة 4 أيام 3 أيام، هل يحق لهم ذلك أم لا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يشمل الواحدة ويشمل أكثر من الواحدة، ولو كنا مجموعات، ولو كنا مع رفقة مأمونات على الصحيح، لو كانت مع رفقة مأمونة فعلى الصحيح أنه لا يجوز لظاهر النص. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل والله إذا كانت هذه المرأة التي ستسافر مع رفقة مأمونة أو كنا مجموعات، النص واضح وبين وصريح، ولأنه قد يتوقع من أن هذا السفر قد يكون آمنا، وإذا بأمر يحل بهذه المرأة أو بهؤلاء النسوة، ولا يمكن لهن أن يتصرفن مع هذا الأمر، وتصرف الرجال ليس كتصرف النساء في هذا الأمر، وبالتالي لا عن طريق طائرة ولا عن طريق حافلات بها رفقة مأمونة، فالنص واضح وصريح. نعم، بارك الله فيك وسهلا بعلمك. الأخت فهد أيضا تسأل سؤال ثالث من أسئلتها، تقول يجدون بعض الإحرامات في طريقهم، تقول نأخذها ونقوم بغسلها وتنظيفها واستعمالها، هل يحق لهم ذلك مع أنها مرمية على الأرض يعني ليس لها أحد؟ هذا يتعلق به حكمان، حكم اللقطة وحكم الإحرام بها. أما بالنسبة إلى حكم اللقطة، من وجد شيئا قد رغب عنه أصحابه وأهله فإنه إن أخذه فهو له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد دابة قد سيبها أهلها فأخذها فهي له. فتكون هذه بما أنها ملوثة ومرمية ولم يؤبى لها تكون ملكا لهن. ولكن أيجوز الإحرام بها؟ قاعدة بالنسبة إلى لباس النساء في الإحرام، ولا يسألن أحدا بعد ذلك. المرأة لها أن تحرم بأي ثوب وبأي لون جديد خلق، يعني قديم، ما لم يكن به زينة، إلا أنها تجتنب القفاز والنقاب، ومن باب أولى البرقع، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحرمة كما عند البخاري أن تلبس القفازين وأن تنتقب. إذا ما عدا ذلك تلبس ثوبا أسود، أخضر، أحمر، جديد، قديم، مغسول، كل هذا جائز. نعم، بارك الله فيك. أذكر الأخوة المشاهدين بأرقام التواصل معنا التي تظهر بين الفينة والأخرى على الشاشة، ومن لم يتمكن من الاتصال معنا عبر الهاتف بإمكانه إرسال رسالة عبر حساب القناة في تويتر تيفي مرقاب، وبإذن الله عز وجل سنقوم بطرح سؤاله في ثنايا الحلقة. طيب شيخنا الفاضل الأخ عبد الرحمن سأل أن أخي متوفي وأن والدته جعلت له برادة، تقول أحيانا أهل الخير يقومون بتعبئتها بالماء، نقوم نحن أحيانا بتعبئتها لكن تبقى فترة طويلة بدون ماء، هل يبقى أجرها ماضٍ أو لابد لها من متابعة على هذه البرادة حتى يكتب لهم الأجر ولأخيهم المتوفي؟ هذه من المسألة المهمة والتي لها نظائر، والناس يعزفون عن الدخول فيها، وهي
مثل ما سأل عن البرادة، البرادة قد يأتي عليها زمن يستغنى عنها، قد تكون في مسجد أو في طريق سبلها أهلها ويأتي عليها زمن، مع أنها باقية وليست متعطلة، ويأتي عليها زمن يعزف الناس عنها، أو مثل فرش المساجد أو أدوات كهربائية للمسجد أو أدوات سباكة في المسجد أو مكبرات صوت للمسجد، الناس لا يرغبون في التبرع بها، يقول لأنها تزول، وهذا شيء واضح عند صحيح. الناس، هم يقولون نريد مثلا أن يوضع حديد أو بلوك أو أشياء أصولية تبقى. أعطي الإخوان فائدة، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، من أن الإنسان متى ما تبرع بشيء أو أوقف شيئا فعزف عنه ولم يرغب عنه، لم يرغب فيه، فإن أجره باق عند الله إلى صحيح. أن يفنى حيث قدر الله هذا الشيء. تصور لو أن إنسانا تبرع مثلا بفرش للمساجد، بعد 3 سنوات إذا بالمسجد أتته فرشات أخرى فوضعها، أجر من تبرع المتبرع الأول بالفرش الأول أجره مستمر إلى أن يفنى هذا الشيء فيما قدره الله عز وجل. مثل ذلك مثل أدوات السباكة والكهرباء وما شابه ذلك. ولذلك بعض الناس يعزف، لا شك أن الأصول مثل الحديد والبلوك لا شك أنه أبقى، لكن لا يعزف الإنسان، لأن مثل هذه هي مما يصلح الوقف. تصور لو أن الناس كلهم قالوا لن نتبرع إلا ببلوك وبحديد، سيبقى هذا المسجد أو هذا الوقف، هذا البناء بلا سيوقف كهرباء بلا هكذا، وهذا مما يعين على تسريع الوقت وإصلاحه ونمائه، وبالتالي يؤجر. فمثل هذا السائل، هذه البرادة يبقى أجرها لميتهم إلى أن يقدر الله عز وجل في علمه أنها ستفنى ولو رغب عنها. بارك الله فيك شيخ، وصلى الله بعلمك وجزاك الله خير الجزاء. ايضا يا شيخ يسال الاخ عبد الرحمن سؤال اخر، يقول رد السلام على المراه الاجنبيه بدون مصافحه. ما الداعي إلى هذا؟ فأرى أنه في مثل ما يكون بين الجنسين من الأباعد أن يكون الإنسان بمنأى عن هذا الأمر، لا مصافحة ولا سلاما. يعني بعض الناس ربما يقول أنا أمر في السوق وأسلم على المرأة، لا لست بملزم، لكن لو أن المرأة تسلمت ولا ينبغي لها أن تبدأ، لأن الحكم هو كما هو للرجال كذلك النساء، لا يبدأ أحد الجنسين بالسلام على الآخر حتى لا تنفتح أبواب الفتنة، لكن لو أن المرأة مرت وسلمت بإمكانها أن ترد السلام، ها، ولكن لا يظهر ذلك ظهورا واضحا من باب سد الفتنة، لكنه يرد السلام لكن بصوت خفيض. اللهم المستعان. لكن دلوقتي يا شيخ تأتي في مثل هذا الزمان، خاصة مع الآن بعض الأماكن المختلطة وعمل المرأة، إيه؟ نسأل الله أن يصلح الحال. طيب معي الأخت بدرية، هلو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أخت بدرية، سؤالك. أسأل الشيخ لو سمحت. تفضلي يا أختي، تفضلي سؤالك. يا شيخ أنا جتني الدورة وأنا عمري 9 سنين، وكنت فلت رجاعة يا شيخ ولا صمت. نعم. ما صمت مدة 3 سنين، أنا ما صمت ولا علمت أهلي، كنت خجلانة منهم وأنا كنت جاهلة، ما أدري هو صيام ولا ما يصام ولا. طيب. نعم. طيب واضح يا أختي، واضح. يلا شكرا. شكرا لك، شكرا لك. طيب سؤال أيضا الأخ عبد الرحمن الثالث، كان يسأل يقول إذا دخل المصلي يوم الجمعة والإمام يخطب ثم صلى وجلس مباشرة واستمع لباقي الخطبة، هل ينال بذلك ويدرك الأجر أجر الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما أتى رجل وجلس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم فيصلي ركعتين، وعند مسلم قال فأوجز فيهما، وبالتالي فإنه إن أتى فإنه يصلي ويكون بذلك
لم يفته أجر صلاة الجمعة، متى يذهب أجر صلاة الجمعة؟ إذا فاته الركوع الثاني من الركعة الثانية. وبيان هذا الفوات لا يعني أن الإنسان لا يكون متقدما سباقا إلى أن يأتي مبكرا، لأنه معلوم كما جاء في الصحيح أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم حث، بل جاءت أحاديث من مجموعها تدل على أن من سبق في صلاة الجمعة وتقدم إلى الإمام أنه بمقدار قربه من الإمام يوم الجمعة بمقدار قربه من الله عز وجل يوم القيامة. وبالتالي فإنه يبقى له أجر صلاة الجمعة إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة. لكن متى يفوت؟ تصور لو أن الإمام مثلا في الركعة الثانية كان في الركوع فقال سمع الله لمن حمده، وأتى هنا فاتته صلاة الجمعة وفاته فضلها، وبالتالي فإنه إذا سلم الإمام يأتي بأربع على أنها ظهر. ممتاز. لكن أدرك ركعة واحدة أو أدرك الإمام في الركوع، تصور لو أن الإمام في الركوع في الركعة الثانية ثم أتى وكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ركع معه، هنا أدرك الركعة، فعليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة. كذلك تفوت الجمعة ويفوت فضلها أو يفوت فضل صلاة الجمعة إذا تخطى رقاب الناس أو لغى تكلم والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن: من لغى أو تخطى رقاب الناس فلا جمعة له. لكن لا يعني أنه لا يتقدم، فحال هذا الرجل أتى والإمام يخطب فقد أدرك الجمعة وأدرك فضلها. نعم، معي الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا يا عبد الرحمن. أنا كلمت من قبل شيء برضو عندي سؤال، يعني سم مصافحة اللي يدخل وأنت واحد متوظف زي كذا، إن بعض الأحد يسلم وواحد يستحي يعني ما يسلم على ويدخل واحد متوظف وهو متوظف. لا، مصافحة المتوظف المدخن ولا كيف؟ اي المدخن يصفح المتوظي مثلا، أه. هل يصافحه ولا يصرف النظر عنه يعني؟ ولانه يدخن هو. طيب ليش ما يصافحه يا عبد الرحمن؟ لان الدخان مكروه هذا وسخ، يعني انها تتعدى الملائكه من ريحته، يعني انت داخل بيت الله. طيب، واضح يا حبيبنا، واضح. وايد ان شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. لو اذا شيخ على المكروه ما نصافحه، حجة اللي يفعل المحرم ما نسلم عليه. الله المستعان. طيب، معي مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا اخت مريم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله. معلش عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، اتفضل. فيه واحد من العمالة من الأجنبية يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاكم أنتم يا السعوديين المملكة أنها ما تجيكم حرب، هل هذا صحيح قوله؟ دعاكم إلى إيش؟ دعا لكم أن السعودية أو المملكة العربية السعودية أن لا يأتيها حرب، ما يجيها حرب، يعني حرب ولا حر؟ حرب 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 حروب حرب هذه حرب حرب مثل سوريا. قالها وين ذا؟ في الإعلام ولا قالها في وين قالها لا فيه؟ لا 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 لا، ليس إعلانا ولا شيء، في يعني كلام بين رجل ورجل، يعني ما هو لا. طيب، سؤالك الآخر. السؤال الثاني، الوالد يدعي على اخواني عشان يعني بعض الاحيان يتصح بينهم مشكله وكذا، فيقول يعني الله يشيلكم الله ياخذكم، يعني هل يعني يستجيب الله عز وجل له يعني اذا كانوا يعني يعني رافعين ضغطه كذا؟ طيب، واضح يا اختي، شكرا لك يا اخت مريم. طيب، لعلي اخذ الاخت نواره ونوقف الاتصالات قليلا. اخت نواره، السلام عليكم. السلام.
عليكم السلام، تفضلي سؤالك. لو سمحت أنا بسأل الشيخ. نعم. في شخص يعني يزورنا، يعني يجينا دايم دايم، يعني مرة دايم يعني يزعج علينا في البيت كذا، دايم يجينا وإحنا ندعي عليه، هل دعاء حلال ولا حرام؟ تدعون عليه يعني إذا جاكم؟ إيه دايم يعني مزعج، دايم يجينا. طيب واضح، شكرا. يمكن اسمحني قبل اسمع الإجابة. طيب تسمع الإجابة من الشيخ، شكرا لك يا أخت نورة. طيب لعل نجيب على ست الأخوة المتصلين، الأسئلة كثيرة والوقت قليل شيخ عندنا. الأخ عبد المجيد يسأل يقول عليه ديون على محطات كثيرة، يقوم بتعبئة البنزين ويقول سآتيك لاحقا، لكن يقول من كثرها ما أدري وين هالمحطات فيه، ماذا يفعل؟ هذا كثيرا ما نسأل عنه، وعلى المسلم أن يعرف، وهذا التوجيه لي وللجميع عموما، أن يعرف حرمة مال المسلم. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم، قال: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلربما أن يكون هناك ريال واحد يوقف المسلم يوم القيامة عن الدخول إلى الجنة إلا إذا رحمه الله عز وجل. فالتهاون بأموال الناس هذا من الخطورة بمكان، فكيف بمن يسارع في أخذ أموال الآخرين بطرق ملتوية وبحيل متعددة. وأما بالنسبة إلى سؤال هذا الأخ، فإن عليه أن يتصدق بهذا المال بنية الثواب عن أصحابها، فإن عرف أصحابها فيما يستقبل فإنه يخبرهم بحقيقة ما فعل من أنه تصدق بها، إن أمضوها فبها، إن لم يمضوها فعليه أن يعوض هؤلاء ويكون أجر الصدقة له إن لم يمضوا الصدقة التي نواها عنهم. نعم، بارك الله فيك وصلى الله فبعلمك. الأخ سالم كان يسعى الدعاء بين الأذان والإقامة، ما حكمه؟ من السنن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهو موطن من مواطن مظنة إجابة الدعاء، فليحرص المسلم عليه. بارك الله فيك. الأخت بدرية شيخ سألت سؤال، تقول أتتها الدورة وعمرها 9 سنوات وكانت في البر ولم تخبر أهلها بذلك خجلا منهم، تقول ولم تصم، تقول كنت جاهلة بذلك، ماذا عليها الآن؟ هي لم تصم شهر رمضان. هو ينظر في حالها، يعني إن أتتها هذه الدورة وهي جاهلة أيضا بأن الواجب عليها أن تخبر والديها بحقيقة أمرها، فإنه لا يلزمها شيء، لأنها في حكم الجهال، والجاهل لا يؤاخذ بهذا لأنها لم تعلم، ولا يترتب الإنسان حكم شرعي من عقاب إلا إذا وصل إليه هذا العلم الشرعي فتكون جاهل. لكن إن كانت تعلم ولكنها استحيت، فإن في مثل هذه الحال يجب عليها القضاء، فهي تنظر إلى حالها، جهل فلا شيء عليها، إن كانت عالمة فواجب عليها أن تقضي هذه الشهور التي فاتتها. بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن كان يسأل أيضا عن مصافحة المدخن للمتوضئ، وأنها لا يسلم عليه لأنه يكون في كراهة للتدخين، تعليق الشيخ زيد حول مثل هذا الموضوع. بالنسبة إلى الدخان ليس مكروه، وإنما الصواب أنه محرم، لأن من نظر إلى مفاسده من حيث الصحة ومن حيث المال ومن حيث إيذاء الآخرين فإنه سيجزم ولا محالة من أنه محرم. قال جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة: يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكيف بإنسان يحرق ماله يكون هذا الدخان مكروها؟ لا، وإنما يكون محرم. إنسان يتلف صحته ويحذر الأطباء من ذلك، حتى المصنعون لهذا يحذرون منه، يكون شرب الدخان يكون مكروها؟ لا، بل يكون محرما. إذاء الآخرين في مجمعاتهم وفي أسواق وفي مساجدهم ببقاء مثل هذه الرائحة، يكون شرب الدخان
مكروها؟ لا، بل محرمة، بل إيذاء من في الأسرة من الأطفال والنساء ها أيضا يعد هذا أمرا محرما. فالدخان محرم، لكن بالنسبة إلى مصافحته لا إشكال في ذلك، ولو ارتكب مكروها فلا إشكال في مصافحته، ولا يترتب على ذلك نجاسة. قد يظن أنه نجس، لا، وإنما عليه أن ينصحه وأن يبادر بنصحه من أن هذا الدخان فيه مضرة عليه، ويذكر له المضار والمفاسد. نعم، بارك الله فيك شيخ. وإذا فعل بعضهم قد يفعل كدرس لهذا المدخن، إذا تسلم عليه وكان هو مثل المدخن، أنه يسلم عليه برؤوس أصابعه حتى لا يذيب بريحة الدخان التي في يده، قد يكون درسا له. هل هذا الفعل صحيح في مصافحة المدخن؟ المصافحة هي المصافحة باليد كاملة، ممتاز. ومصافحة المسلم مسلم مصافحة كاملة كما جاءت بذلك السنة، ولا يعدل عن هذه المصافحة حتى ولو كان شاربا للدخان، ولا يعدل عنها إلا إذا غلب على ظنه أن هذا المدخن سينزجر، لكن ربما أن هذا المدخن سيبقى على ما هو عليه، أو أنه يزيده هذا الفعل بمصافحة اليسيرة له بأطراف أصابعه، ربما يزيده تعنتا وغطرسة فيبقى على ما هو عليه ويستمر، فهنا لم نستفد. ولذلك الأصل، لأن بعض من الناس يقول مثل هذا الرجل عاصي لن أسلم عليه، سأقاطعه، ليعلم أن الفاسق مهما كان فاسقا فإنه لا يجوز أن يهجر فوق 3 ليال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، وهذا مسلم ولو كان فاسقا، إلا إن كانت هناك مصلحة فيما لو أني أعلم أني بهجراني لهذا الشخص سيتأثر هذا الشخص بهجري له، هنا يجوز أكثر من 3 ليال، وأيضا لا أصافحه إن علمت بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من تخلف عن تبوك، وهم 3 الذين خلفوا كما ذكر عز وجل في سورة التوبة، هاجرهم 50 ليلة لأنها نافعة، لكن لم تنفع، فالأصل أنه لا يهجر فوق 3 ليال. نعم، بارك الله فيك وأسأل الله بعلمك شيخنا. أيضا الأخت مريم اتصلت وتسأل عن أن أحد العمالة يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمملكة العربية السعودية أن لا يأتيها حروب، صحة مثل هذه العبارة شيخنا؟ ابن القيم رحمه الله له كتاب جميل، كتاب المنار المنيف، يبين فيه قواعد، ولو لم تنظر إلى الحديث وإلى سنده يبين فيه قواعد الحديث المختلق، يعني من بين ما يدل على أن هذا ليس بحديث، يعني هل لفظ سعودي أو السعودية يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في لفظ لا سعودي ولا مصري ولا عراقي ولا تونسي، ما في هذه الألفاظ، وإنما التعامل هو بالإسلام، وبالتالي فإن هذا ليس بحديث، لأن علامات الوضع واضحة عليه، لكن سنة الله عز وجل تقتضي أن من حافظ على دينه وتمسك بالتوحيد أن الله سيجعل له الأمن في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأي دولة، وإلا الحمد ننعم بهذه البلد وهي بلد التوحيد ونحمد الله عز وجل على ذلك، فأي بلد تحافظ على التوحيد بقدر محافظتها على التوحيد بقدر ما يكون لها الأمن، إما أمن كامل وإما أمن ناقص بقدر التمسك بالتوحيد. والتوحيد يضعف ويضعف بالذنوب، فإذا فعلت الذنوب ضعف شيء من التوحيد، هنا لما يضعف شيء من التوحيد باقتراف هذه الذنوب هنا يضعف الأمن أو يقل الأمن. فهذا هو المعيار الحقيقي، يعني من أراد السلامة والأمن والراحة والسعادة والهداية عليه أن يتمسك بالتوحيد وأن يدعو إلى التوحيد وأن يحافظ على عبادة الله عز وجل، هنا سيكون آمنا. وهذا للجميع على مستوى الدول أو الحكومات أو الأفراد، من كان حريصا على التوحيد
وآتم به فبإذن الله سيكون له الأمل. نعم بارك الله فيك. أيضا سؤال الأخت مريم الآخر تسألنا والدها يدعو على إخوانها تقول يقول الله يأخذكم منها الدعوات من بعض كبار السن تقول هل يستجيب الله له؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند البيهقي وغيره ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منها دعوة الوالد على ولده، وقال صلى الله عليه وآله وسلم محذرا المسلم من أن يدعو على أولاده وعلى ماله، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق ساعة استجابة فيستجيب الله لكم. لكن هل يقبل من هذا الدعاء أم لا؟ قد توافق ساعة إجابة ويقبل الله عز وجل، لكن ليعلم لو وافقت ساعة استجابة وكان هذا الأب قد دعا عليهم من غير موجب فإنه لا يقبل. يعني لو دعا المسلم على أخيه المسلم أو دعا القريب على قريبه أو دعا الأب أو دعت الأم على أولادها وعلى أولاده فهنا إن كان من غير موجب فإنه لا يستجاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يعني إذا كانت هذه الدعوة لم يستحقها هذا فإنه لا يستجاب له لأنه دعا عليه بقطيعة رحم. لكن على الآباء أن يحرصوا، لأن بعض الآباء أحيانا يدعو عليهم لما مثلا يأمر مثلا أحد أبنائه أو إحدى بناته بأن يأتي بشيء أو أن تأتي بشيء إذا بهم يضعفون عن تنفيذ طلبه، هنا ربما يدعو، هنا هذا هو الإشكال. أو في حالة الغضب لما يغضب أحد الأولاد أباه أو أمه فيدعو عليه الوالد، هنا لما يغضبه قد يستجيب الله له. آخر متصل كانت الأخت نوارة الشيخ في الحلقة كانت تسأل عن أن هناك شخص يزورهم باستمرار يقول أنهم يدعون عليه هل يستجيب الله دعاءهم؟ إذا كان هذا قد ظلمهم فهم مظلومون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فدعوتهم في محلها إذا كان هذا قد ظلمهم. لكن إن لم يظلمهم فنعود إلى الحديث السابق يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم بارك الله فيك شيخ زيد وصلى الله مبارك فيك وينفع بعلمك وجزاك عنا خير جزاء. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نحن وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الأخيرة في هذه الدورة لشهر 8 بإذن الله، موعدنا معكم في شهر رمضان إن أحيانا الله وإياكم إلى ذلك فترة. نسأل الله عز وجل جزاء الشيخ زيد البحري على ما قال وأجاد في هذه الحلقة إلى شهر رمضان المبارك، ولذلكم الحين أترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.